السلام عليكم، معكم حسن البرنوسي. شكرا لكل ما دخل الباج البارح، كنشكركم على التعليقات ديالكم اللي خليتو لنا على الفيديو ديال الحلقه الاولى من برنامج ديال اكوادناف. حلقه اليوم غادي نهضروا لكم على واحد المغني ديال الراب، باقي ساعات بدا ان شاء الله، كنتمنى له مشوار طيب، خليكم تعرفوا عليه من بعد. والموضوع ديالنا الثاني هو اهم لي باج ولي جروب اللي موجودين في الفيسبوك واللي كيستقطبوا اهتمام كبير ديال المتتبع المغربي والعربي بصفه خاصه. الموضوع الثالث اختار لكم هو فيديو يا لميما لاحمد شوقي اللي شرف على اوبريت بكره. ان شاء الله نتمنى ان تعجبكم هذه الحلقه، بقوا معنا. ايوه اي كي اي القصح، هذا المغني الشاب عملوا اخر سينجل ديالو تحت اسم الدخان اللي كيستهدف فيه مجموعه من القضايا. غنحاول اني ما احرقكمش مفاجاه ديال ايوه وخليكم تسمعوا. بنادم كترشب دخان، عيني كتصبح معمشه بالدخان، الصوره كترجع مشوشه بالدخان، شحال الواحد بيها مشى بالدخان، الكبده بنادم كترشب دخان، عيني كتصبح معمشه بالدخان، الصوره كترجع مشوشه. جراح مهم كان معكم ميمسي المخزن وراح ضح كأي القاصح، كيف ما دايما اللي بغينا نقول لكم فاض تراك بالليل حيدو ما تتراق مهم، يعني احنا نصحناكم واللي باقي ليكم سبلو ولا موتو صلوا في كاركم. من بعد ما استمتعتوا بفيديو ديال ايوب القاصح غادي نهضروا على اهم لي باج. كنجيو في التصنيف ديال اهم لي باج، كاين باج شاور. باج شاور هي لبلال وعماد الاغداس، كيشرفوا فيها على كل ما هو جديد متعلق بشي شاور. الباج التالي هي باج ساعة مبروكة. ساعة مبروكة برنامج اذاعي كيتقدم في اذاعة ميد راديو. كنحيوا السي جليل على التقديم ديالو لهذا البرنامج. هذا الباج استطاعت ان تجلب 4 مليون متتبع. 4 مليون متتبع ماشي سهله اصحابي. الباج الثالثه وهي باج راديو الشاور. باج راديو الشاور 500 متتبع او 600 حاليا، وصلت 600. هي خاصه باذاعه راديو الشاور اللي كنقدموا فيها جميع البرامج اللي كتنزل جديده وجميع الاغاني. الان وصلنا للفقره الاخيره اللي غادي نخليكم تتبعوا فيها الفيديو ديال احمد شوقي التطواني، ماشي احمد شوقي المصري، احمد شوقي مدينه تطوان. من هذا المنبر كنبلغوا له التحيه ديالنا. بالمناسبه احمد شوقي كان شرف على اوبريت كوبرا بكره اللي كانوا فيها مجموعه من الفنانين العرب، هو والصديق ديالو رضوان. اذا نخليكم استماع اغنيه يا لميمه. يا لموي مالك لومنيش، راني جالس في بلاد الغربة، قاسي الهموم جاني لوم، باغي نرجع لك يا الحبيبة. يا لموي مالك لومنيش، راني جالس في بلاد الغربة، قاسي الهموم جاني لوم، باغي نرجع قاسي العتاب
صعيبة هي الحبيبة وهات المتاة نطلب من الله يبدل الأحوال متابعينا. من بعد ما تبعتوا معنا الحلقه الثانيه ديال اكواد نوف كنشكركم وكنطلبوا منكم الدعم والمزيد من الدعم وكنبلغوا التحيه لجميع الموجودين على الباج حسن البرنوسي. شكرا لكم.